عمرو لسه ما وصلش. لا يا مامي تقريبا، لا انا بحاول اكلمه تليفونه مقفول، يمكن الطياره اتاخر. ان شاء الله هيوصل بالسلام ان شاء الله. اهو هو اللي بيتصل. هو عن اذنك يا مامي. اتفضل. الو، الحمد لله على سلامه. الله يسلمك يا حبيبتي، معلش الطياره اتاخرت شويه. طمنيني عليك انت والولاد، انتوا كويسين؟ احنا كويسين، اطمن، احنا والولاد بخير. سلمي لي عليه. مامي كمان بتسلم عليك. الله يسلمك ويسلمها، سلمي لي عليها قوي. بص انا مش هطول معاك عشان انا عارفه انت لسه في المطار، بس بليز خلي بالك من نفسك. ها؟ حاضر يا حبيبتي. لا اله الا الله، سيدنا محمد رسول الله. باي يا حبيبي. الحمد لله. انا اطمنت دلوقتي. طمنت عليهم؟ اه تمام، بس خايف لحسن عليها تقابل دينا وتسألها عني ودينا بداية. متخافش، دينا صايعة وهتعرف تتصرف. دينا صايعة؟ ربنا يطمن قلبك. طب قولي بقى هروح فين النهاردة؟ اديني ساعة هحضر فيها المؤتمر، بعد كده تحت أمرك. اوكي، بس ساعة واحدة بس. أسوان دي جنة بجد، أنا لسه عايش هنا على طول. خلاص يا حبيبتي، ناخد جزيرة صغيرة ونبني عليها بيت ونعيش فيه. يا سلام، أنا موافقة، بس اللي يرجع في كلامي. أنا مش هرجع في كلامي. إيش؟ مبسوطة؟ مبسوطة قوي قوي. كلمة مبسوطة دي أقل بكتير من اللي أنا حاساه. عمرو اسود. في زياد قريب عليا. اشترك في الباقات الشهرية والسنوية بإعلانات وبدون إعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية.